When there's no more hope is left in me, I can see. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. نتوما كتشوفوا هذا لا نوفيل فيديو ولا كتشوفوا هذا الفيسا ديال الحرشه اللي ما شاء الله جيت نقدمها لكم انا وعمتي. هذا هي وقتها، هذا هو دواء البرد اللي ان شاء الله اليوم جيت نقدمها معكم اول مره على القناه ديالي، وكنرافقوها هكا بالزبده البلديه اللي بغى يضيف، وواحد الكويس ديالتين بالنعناع والشيبة. وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في الأحسن الأحوال ديالكم، وإن شاء الله تجربوا هذه الوصفة هذه اللي قدمتها معكم أنا وعمتي. وخليكم معايا حتى الأخير الفيديو، شوفوا المقادير وطريقة التحضير، وبالصحة والراحة وفرجة ممتعة. بسم الله على بركه الله. المقادير اللي غنحتاجو لهاد الوصفه ديالنا ديال اليوم، انايا باش نربح الوقت عندي دجاجه الكرواتيه اللي غسلناها مزيان بالملح والحامض وشرملتها وخليتها هكا لمده ساعتين في الثلاجه حتى تشرب لينا مزيان هذيك الشرموله. وهنايا عندي بصله حمراء والثوم غنعملهم في وسط الدجاجه ان شاء الله. والتوابل هما هادو، عندي البزار وسكينجبير، الصانوج، الحلبة، حبر شعد، الخرقوم، راس الحانوت، زيت العود، زعفران شعرة أو زعفران الحر، وراس ديال التوم. وهنايا جوج بصيلات هما اللي غادي نصبو بهم إن شاء الله. وما هادو كما كتشوفو المقادير بساط. ودابا ان شاء الله ندوز المرحله الثانيه، طريقه التحضير. بسم الله. دابا كنعمروا هاد الدجاجه من الداخل. البصيله اللي قطعناها هي والثوم، وغادي نسد ليها رجلاتها هكا باش ما تحلش معنا في الطياب. ودابا ان شاء الله تبدا تضيف التوابل، راس الحانوت، صانوج او حبه البركه، البزار وسكينجبير، الحلبه، حبر شعد، الملح حسب الذوق، سمحوا لي ما ذكرتهاش، زعفران شعرة، زيت العود، والخرقوم، ودابا ان شاء الله غادي نوضعوها فوق النار. هنا غادي تمرق وضعتها فوق النار، هنا هي المقايض،
وغنخليها طيب هكا على المهل على نار مهيله. بسم الله على بركة الله غتبدا توجد الحريشة ديالنا. هنايا عندنا السمول مويانة ولا سميدة متوسطة، ضفت لها زيت العود والملحة حسب الذوق، غتبسبسها مزيان مع داك الزيت والملحة، وهنا كتخلي شويه ديال السمول هكا باش تقرص بها، ودابا كتجمعها شويه ديال الماء. كنبدلو شويه، دائما كنديرو بالسمن، دابا الحركه هي كتجي جديده. طريقه الحرشه عاديه، هنا تخليها واحد جوج دقائق عادي ان شاء الله غادي تقرصها في المقلة. دابا وضعتها في المقلة اللي غادي نطيب فيها الحرشة، كنقادوها كمعجنة الله لي عندي الحاجه. الصحه والراحه. يعطيك الصحه. الحاجه بلديه ناشفه. الزواق هذا الشيء بلديه صحيه والبرد هذا. هذاك الشيء ما خليتكش تمشي. انا دوك ناكل دابا مديت لي اول مره. مواضيع هي اللي تقول لك ما تخدمي. ما كنخدمش غادي عليك. هنا هي وضعتها فوق البوطة، هذا الحرشة اللي كنفرتوها، وخا ما تكونش يعني مقادة مزيان ولا هذا الحرشة غادي نفرتوها من بعد ان شاء الله ملي طيب. المهم دابا ملي طابت لينا من جهة الثانية غادي تقلبها. تطيب على الجهة الثانية، دابا سي آدم غادي يعاون جداتو. يلا عاون آدم، بسم الله عاودك يعاون كل بصحتك ولدي حسين كل شيء. تحب العيا خد ياكل. لا كبار الله على ولدي. سعدي بولدي وفرحي بولدي المغربي. تعوين مع النصارى ولا بلا النصارى؟ انا نصلي المودية. ما قطعهم صغار انا وليدي. اش كلا ياكلهم انت؟ هذو مزيان الزبدة. عا خليونا نتبعو ورا غنعاودهم. عا خليها هكا. مازال داكشي صغير. ما قربت. كنتي مغصوب. ما قربت نجوج ولدي باش نعاون المرا. ميرسي انا لا كوزين بارك عليك لا بلاص لا فام انا غنتبعهم سو لا كوزين لا بلاص لا فام سو لا كوزين المهم هنايا الدجاجه كدهنها بالزبده بلديه لقيتوني كنضحك عليها قلت لها كي هاتي قالت لي لا كنستعمل يديا ما كتستعملش هي المهم ان شاء الله غادي ندخلوها للفران تحمر شويه وحنا معاكم. لا 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 هي الجميله ديالنا دابا غادي نديرو حرشه ديالنا ان شاء الله. و
هنا غنخلو الحريشه ديالنا تشرب لينا هاد المريقه هادي لمده 10 دقائق على نار مهيله. غادي نسد عليها وفي هاد الاثناء البريد الذاتي اللي غنرافقوه مع هاد الرفيسه ديالنا ها هو كل شخط. الدجاجة ديالنا بعد ما خرجناها من الفران كتجي لها الشكل هذا. خوتي خواتاتي وحبكم في الله، كان هذا هو الشكل النهائي ديال طبق الرفيسة ديال الحرشة، كيجي لها الشكل هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الطريقة هذه، راه كيجي ساهل ولذيذ. وسمحوا لينا ما شهيناكم، ونتمنى توجدوها في البيوت ديالكم. هذا هو الوقت ديالها ديال الوقت البرد، كما شفتوا الاعشاب اللي عملنا فيها. وشكرا لكم على المشاهدة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.